الطريق إلى المدرسة البريطانية. نسلك كوبري المنيا العلوي على النيل. عند انتهاء كوبري النيل نتجه يسارا باتجاه الشرفاء لمسافة 3 كيلومتر تقريبا. عند الشرفاء نتجه يمينا باتجاه الجنوب لمسافة 4 كيلومتر تقريبا. عند إدارة مرور المنيا يتم الدوران للخلف. قبل الوصول لإدارة المرور بحوالي 100 متر نتجه يمينا حسب اللوحة الإرشادية لمسافة 4 كيلومتر تقريبا، المتجهة لحي الزهراء المنيا الجديدة. عند اللوحة الإرشادية نتجه يمينا في حي زهراء المنيا الجديدة. المدرسة على بعد 100 متر من الطريق. أهلاً بكم في المدرسة البريطانية.